هل في عائد مادي للبحث العلمية؟ أولي أتذكر عندنا شخص كان أشعث أغبر مانشستر، دكتور أو بروفيسور أظنه، شعره مكركب ووضعه مكركب حتى يجي الله يكرمك بجزم منتهية. الشخص هذا مليونير كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم ما هو موضوع تخصصات صحية أو أمراض أو أي شيء ثاني، موضوع مختلف جدا، موضوع ممكن يكون في بال أحد يسأله، ممكن ما يكون في بال أحد يسأله، هو البحث العلمي. وبالمناسبة هذه استضفت شخص من أهل الخبرة، من الناس اللي يعني حتى يسوي البحث ويسوي مجموعة أبحاث ويسميها بأسامي عجيبة يعني. فنبدأ أول شيء مشكور على الدعوة دكتور. فأتمنى أن نكون خفيفين لطيفين بأسئلتنا، وعلى قولتهم عرفنا عن نفسك. يا هلا والله وسهلا ومرحبا، وسعيد جدا وشرف لي أني يعني أظهر في هذا القناة الطيبة. في البداية معكم بندر بن عبد المحسن العصيمي، استشاري أبحاث طبية في مركز الأبحاث بمدينة الملك فهد الطبية. إذا كنت ترغب بالتعريف من قبل، يعني من تعريف مبكر، بدأت دراستي الجامعية بدراسة علوم طبية تطبيقية، كان في الميديكال مايكروبيولوجي، ثم بعد ذلك الماجستير كان من كلية الطب في جامعة مانشستر، كان في موليكولر اند ميديكال مايكروبيولوجي، ثم الدكتوراه بنفس الجامعة لكن من انستيتيوت اوف كانسر ريسيرش، مركز ابحاث السرطان اللي او الفيروسات المسرطنه، من نفس الجامعه برضو، من جامعه مانشستر. رجعت والان تقريبا عندي يعني خبره كويسه في اداره الابحاث الطبيه، يعني في مفهوم الابحاث الطبيه. العمل في مركز ابحاث يعني ضمن مجموعه من المستشفيات، او يعني بحيث أنه يكون لصيق بمجموعة من المستشفيات، يعطيك إمكانية ويعني وقدرة على أنه كل شيء تعمل عليه في المختبر البحثي أنه يكون له أثر على المرضى، وبالعكس أي آثار تشوفها على المرضى في العيادات كيف ممكن أنك تحولها وتجعل منها أسئلة بحثية مشوقة جدا، قابل لأنك يعني تشتغل عليها وتحاول تجد لها تفسيرات أو أجوبة. فهذا كملخص سريع يعني. شرفنا والله دكتور. الله يسلمك. كم لك مجال في الخبرة دكتور؟ كم سنة؟ تقريبا نتكلم عن الأبحاث. شوف، البحث العلمي كوظيفة غير إنه كشغف واهتمام. هو كاهتمام نقدر نقول من 15 سنة. يعني من كنت في الجامعة أتذكر كان عندنا، أنا درست بجامعة القصيم، كنت من الأشخاص اللي ترددون على الرياض ويروح ويجي. كان عندنا دكتور يقتنص هذا النوع من الطلاب اللي ما كانوا من أهل الديرة، اللي عندهم وقت يعني أكثر. وقت أكثر. فاشتغلت مع الدكتور، كان الله يرحمه اسمه صالح الصالح، كان بايوكيمستري من أمريكا، كان يعني أكثر كان دراساته هناك، وكان عندنا أنيمال هاوس، وكان عندنا أنواع من الأجهزة، منها الغاز كروماتوغرافي وHPLC وأنواع كثيرة صراحة من الأجهزة. فكان كل شيء يتدرب عليه في أمريكا كان يشتغله في القصيم، وكان مهتم بالطب النبوي وقتها. فكان مثلا يدرس مثلا سمية بعض المواد الأعشاب، كان يدرس مثلا فعالية وتأثير بعض المكونات اللي وردت في الطب النبوي إن لها أثر علاجي، ويعزل المادة الفعالة مثلا في الحبة السوداء، في أي مواد احنا يعني دينيا ورد إنها لها فائدة. وكان يكرفنا في اللاب، كنا نشتغل. فبدأ الشغف من ذلك الوقت صراحة. أول ما تخرجت التحقت مدينة المكتبة الطبية، بتعثت من المدينة نفسها، الشغف كان موجود. فدراسة الماجستير كانت جزء من البحث العلمي، الدكتوراه أيضا كانت جزء من البحث العلمي. الحمد لله الآن منشوراتي البحثية أكثر من 15. المميز إن الدكتوراه كلها عن الفيروسات. ف
فشغلي على الفيروسات مثل الايدز، مثل الاتش بي في، مثل البوليوما فايروسز والبابيلوما فايروسز، كل هذا الشغل ترجم الان كواقع. لما انه جت ازمه كورونا وجدت ان الناس كلها تسال عن الفيرولوجي، كل الناس تبغى تعرف عن الفيروسات. فالان لو كتبت في جوجل بندر العصيمي يقول لك جوجل هل تقصد كورونا بدل عصيمي كورونا او لا. ممتاز. بس الدكتور الله يرحمه استغلكم استغلال كويس جدا جدا. في بعض الاستغلال يحس بانه ابيوز على قولتك. لا لا لا، كان لمصلحتنا، وكان يعني فعلا اقحمنا في البحث العلمي من وقت مبكر، من سن مبكر. كنا يعني زي ما قلت باتشلر ستودنتس بالمرحله ذيك، انت عندك ساعه من الوقت وما عندك مشكله انك مثلا تقضي ساعات من الوقت في ايه في المختبر وتشتغل ومثلا وتطور. فصراحه انه كان يعني مكسب كبير. ما شاء الله، الله ينفع بالعلم فيك يا دكتور. طيب دكتور، الحين السؤال او حتى السؤال ممكن يكون مو بس في المجال الطبي بشكل عام، دائما يسمع ابحاث اثبتت الدراسات الابحاث، وش المقصود؟ وش المفهوم البحث؟ ايه شوف، في احيانا بصراحه خليني اتكلم عن مفهوم مهم جدا. في مفهوم اعلامي وفي مفهوم علمي، وهنا في بون شاسع وفرق كبير جدا بينها. لما اننا نستقي مصادرنا في المعلومه من مصادر اعلاميه، انا ما استطيع ان اجزم انه هذا الشخص الاعلامي اللي نقل معلومه من مصدر طبي انه نقلها بطريقه صحيحه وبالترجمه الصحيحه مثلا، وفعلا اعطى التعبير المناسب لكل سياق كان يتكلم عنه. المصدر العلمي الحقيقي هي الاوراق العلميه المنشوره اللي حكمت من اشخاص بنفس المجال وكان لهم درايه واطلاع على تفاصيل البحث، وانه يعني طور او عمل بمنهجيه صحيحه. هذا النوع من الابحاث هي اللي تؤمن فيه وتاخذه على وجه القبول. اذا سمعت انه اثبتت الدراسات او قرات اثبت الدراسات، او مثلا يعني انتشر خبر بشكل واسع انه دراسه بريطانيه تثبت كذا او دراسه لازم تاخذها بحذر. انت كمتلقي لازم يكون عندك حذر شديد جدا انه والله طيب هل المترجم ترجم بشكل صحيح او لا؟ هل هو فعلا يعطي المعنى الصحيح او لا؟ لما تقول، انا اعطيك مثلا من الامثله مؤخرا، قالوا انه التطعيم من مثلا كورونا يعطي مناعه مدى الحياه، او التعافي مثلا من الاصابه بمرض كورونا يعطي مناعه مدى الحياه. طيب هذا اعلامي، كلام اعلامي. طيب علميا كيف استنتجت؟ ما في احد الى الان راح بالزمن بعد 100 سنه او 10 سنوات او 20 سنه وتاكد لنا. علميا انا رجعت ابحث، طيب هذا من وين جاب المعلومه دي؟ كيف؟ وجدت ورقه علميه منشوره هم اللي اشاروا لها في نفس البحث هذا. فيه نوع من الخلايا ما تنتج من نخاع العظم الا ان تكون من الخلايا الدائمه، من الخلايا اللي ممكن انها تنتج مدى الحياه. يعني عرف طبيا انه اذا انتج هذا النوع من الخلايا من نخاع العظم، فهي لها القدره على انها ان تفرز مثلا هذه الاجسام المضاده مدى الحياه. كذا الان اوكي، عرفنا الان بما انها انتجت من المكان هذاك، مكان في نخاع العظم، بمعنى انها ستدوم مدى الحياة وتعطي مناعة دائمة. ففي هذا الصراع بين الإعلام والعلم تجي أهمية أنك تكون كاتب علمي. الكتابة العلمية برا المملكة وفي الغرب فيه أشخاص ساينتست علماء يستكتبون للمجلات، يستكتبون لأن يكونون إعلاميين، فهو عنده القدرة أن يقرأ من الأبحاث العلمية وبنفس الوقت يترجمها بلغة مفهومة بسيطة للمجتمع يفهمونها بشكل صحيح. أنا أول ما بدأ كورونا جاني الشغف هذا، فرحت قلت ليش ما أبدأ أكتب سلاسل تغريدات، بديت أكتب، صار قبول جدا كبير والناس تبغى تفهم تعرف وش سبب الفيروس هذا، وش العلاجات المتاحة له، وش مثلا التطعيمات اللي ممكنها تطور، وش معنى التجارب السريرية، وكيف وش معنى مضاد فيروسي، وش الدورة، انتقال الفيروسات، العدوى وش معناتها، وش معنى انتقال العدوى، كم مدة الحضانة، وش معنى حضانة. في مفاهيم كثيرة كان الناس تبغى تسأل وتعرف عنها. فأنشأت مدونة
كانت جهد شخصي، مدونة سميتها كوفيدات. الآن تقريبا وصلت حول 100 تدوينة، كل تدوينة كنت أتكلم عن موضوع مختلف، أقرأ مصادر علمية موثوقة أكتبها عندي. صارت الجرائد والمجلات والناس المختصين في الإعلام يجون يستعملونها كمصدر، يأخذون منها، هم ما استكتبوني ولا دفعوا لي شيء المجلات، لكن سعد جدا أنها كانت مصدر لمتحدثين رسميين، مصدر لمجلات وجرائد تأخذ منها، مصدر للكثير من الناس في حديثهم ومجالسهم. يعني سمعت كثير أنه أتحداك، لا هذه المعلومة قالها بندر العصيمي بالكوفيدات بالكوفيدات، وأرجع لك أجيب لك الرابط. فيعني كانت مصدر سعادة. هذه الإجابة تقريبا على سؤالك. ممتاز. طيب دكتور، البحث لازم أكون طبيب ولا أكون مختص عشان أسوي بحث، ولا أي شخص في المجال مثل تمريض أي تخصص يقدر أسوي؟ طيب، الاهتمام في المملكة العربية، خلنا سمعك صادق، الاهتمام في المملكة العربية السعودية، يعني سمعت قبل تقريبا أسبوعين أنشئت هيئة البحث والتطوير. هذه الهيئة تدل على أنه من مستهدفاتنا المرحلية نحو 20-30 أن يكون فيه اهتمام بحثي. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الآن لها توجه كبير جدا للأبحاث، خلينا نقول أبحاث. نحن في المملكة كدولة صناعية، دولة منتجة للبترول، أنا أجزم أنه التوجه الأكبر بيكون للأبحاث الصناعية في البترول ومشتقاته والطاقة البديلة وغيرها من المفاهيم. البحث الطبي قد يكون مو هو الهدف الأساسي عندنا في المملكة أو الهدف الأول، لكن في جهود بحثية ضخمة جدا وكبيرة ومقدرة في المجتمع العلمي، نتكلم على مستوى العالم، وإسهاماتها ضخمة. هذه الأبحاث الطبية منشورة في مجلات علمية مرموقة، ما يهم من الفريق البحثي اللي أنتجها. في الغالب في كل فريق بحثي لابد أن يكون فيه مختص بالإحصاء الحيوي، شخص مثلا طبيب يعطيك الخلفية العلمية مثلا الكلينيكية للبحث هذا، صيدلاني إذا كان في مثلا أي مثلا إجراءات علاجية صارت. هذا اللي في الغالب تجدها مزيج من مجموعة من التخصصات. الطاقم التمريض لابد يكون لهم مثلا انسجام ضمن الفريق بحيث يعطونك الخلفية مثلا خلينا نقول الكلينيكية والصورة الكلينيكية للمريض اللي جاهم. المختبر يعطونك النتائج بحيث انك برضو تعطي صورة عن مثلا المتغيرات الموجودة في البحث هذا. هي تضافر مجموعة من الجهود، ما تقدر تقول انه والله في بحث مثلا تمريض فقط او اطباء فقط او لا، هي كل ما كان فيه تنوع، اي تنوع في التخصصات كل ما كانت الورقة افضل واقوى وشاملة، تعطيك اكثر من وجهة نظر. هذه كإجابة الخصها بانه المملكة الان تركيزها الاكبر، او يجب ان يكون تركيزها الاكبر على البحث الصناعي، البحث البيو، خلينا نقول البيو تكنولوجي. يعني حتى اهتماماتنا الطبيه لازم تكون بيو تكنولوجي، ما تكون بيورلي ميديكال، لانه بالنهايه يجب ان تلتقي نلتقي في المنتصف ونوجد منطقه هي فعلا يعني تلبي اهتماماتنا المرحليه اللي تساعدنا ان نصل ل 2030 ب يعني مجموعة كبيرة من النجاحات. طيب، أنا بكتب بحث، إيش ممكن البروس اللي هو السلسلة اللي راح تمر عليها الورقة عشان تطلع؟ في النشر، للنشر العلمي لازم تبدأ أول شيء بفكرة بحثية، بتساؤل. هذا التساؤل شيء أنت لاحظته في العيادة، خلنا نقول مثلا مرض انتشر في مكان معين بطريقة فجائية، هو أي شيء يحصل للممارس الصحي، خلنا نقول واحد في المختبر لاحظ أنه والله في نتائج غريبة جدا طالع عنده، مهب بالنظام الطبيعي أو بالقراءات الطبيعية اللي تطلع مثلا من الجهاز،
خلينا نقول مثلا ممرضة لاحظت انه او ممرض لاحظ انه فيه اعراض كلينيكية صايرة على المريض هذا اول مرة تنشاف، هنا يجي التساؤل البحثي. او مثلا في ابحاث لا تبدا من البيسك ساينسز، يعني من المختبر اللي لغرض البحث فقط. فهنا اذا كان عندك التساؤل تبدا الفكرة، ثم احنا نسميه الهرم المقلوب او المخروطي. اذا وجدت الفكره تبدا تسوي تجربه استقصائيه سريعه، هل هذا الشيء اللي انا لاحظته هل هو فعلا من السائد، هل هو موجود، هل في احد، ابدا اسوي دراسه نسميها او المراجعه، زي المراجعه بالابحاث المنشوره، اشوف هل هي موجوده ولا لا، هل في احد غيري لاحظ الشيء ذا ولا انه لا انا اول واحد لاحظ النقطه ذي، literature review نسميها. اذا سويتها اوكي اعرف انا انه هل انا عندي سؤال علمي يستحق ان يتحول الى فكره بحثيه او لا. اذا فعلا وجدت انه هذا الشيء يستحق انك تبحث عنه، لازم تسوي اربع اشياء: خلفيه علميه، الطريقه البحثيه اللي انت تبغى تسويها، وش النتائج المتوقعة اللي أنت تبي تطلع فيها. يعني لازم تبدأ بفكرة ولازم يكون عندك نتائج متوقعة، تقول والله فكرتي كذا أبنفذها بالطريقة الفلانية، نتائج اللي ممكن أصل لها ما أدري يمكن أو لا هي 1 2 3. ثم تبدأ بعد ذلك بتكوين الفريق، طيب هذه الفكرة من اللي ممكن يساعدني فيها أفضل، 1 2 3 أشخاص هذول اللي فعلاً بيكونوا هم المحركين للفريق، وتبدأ. هذه تقريباً كيفية انبثاق الأفكار البحثية حتى تصل للنشر. مشوار طويل وقد يستغرق حتى أحياناً 6 أشهر، لأنك لازم تكتب الفكرة كمسودة كاملة ثم تعرضها على محكمين ناس يعرفون بالبحث العلمي، يقيمونها هل أنت حتى تجيب على هذا السؤال، هل الطريقة البحثية والمنهجية اللي أنت استخدمتها هل هي تجيب لك على هذا السؤال أو لا. يعني ما يكفي أنك تقول والله أنا مثلا أبغى أجاوب على السؤال البحثي، مثلا أبغى أعرف مصدر فيروس كورونا ضجتنا الآن هذه، ما تقدر تقول أبغى أعرف مصدره وأنت مثلا تبغى تسوي سيرفي وتسأل الناس، الناس ما راح يعطونك الجواب. لكن لو تقول مثلا ابغى اعرف مصدره، اباخذ عينات من الناس وبسوي تحليل تسلسل جيني كامل لكل الفيروس، وبشوف مثلا وش اكثر السلالات المنتشره، واقارن التسلسل الجيني للفيروس مثلا هذا المنتشر الان في الانسان، واقارنه مع 30 فيروس منتشر في مثلا الخفافيش، حتى اني اثبت انه التسلسل هذا مطابق للتسلسل الجيني الموجود في الخفافيش. كذا اقول لك اوكي انت الان طريقتك البحثيه ومنهجيتك البحثيه صحيحه وسليمه وماشيه على فكر علمي صحيح، توكل على الله. اذا سويت البحث وطلعت نتائجك وحللتها بشكل صحيح وكتبت، تبدا تكتب، الفريق البحثي كله يكتب، اللي يشتغل يبدا يكتب الماتيريالز والميثودز، اللي يشتغل على الريزلتس وسوى لها اناليسز يعطيك اضافته، الفريق كله بعدين يكتب في الدسكشن ومناقشة هذه النتائج ويحط بعض الاحتمالات والتوصيات اللي وصلوا لها. أنت الريدي أصلا كاتب الباك جراوند هذه الخلفية العلمية والليترشر ريفيو اللي كتبتهم، تجد أنه في النهاية صار عندك كل المحتوى العلمي اللي احنا نسميه ورقة علمية قابلة للنشر. تتواصل مع أي مجلة علمية، المجلة هذه مثلا في نفس الاهتمام اللي أنت بحثت عنه، تمر على مجموعة من المراجعات أيضا من متخصصين يتأكدون من المنهجية بشكل كامل ثم تنشر. ممتاز. أنا أقول لك 15 سنة ونشر 15، لكن كل أبحاثي كانت متخصصة بالفيروسات وإكسبرمنتال، الشغل البحثي التجريبي اللي في المختبر. يعني إذا طلعت ورقة علمية أو ثنتين في سنة هذا ممتاز، لانك انت انا عارف الدكاتره يحبون
الاوبزرفيشنال ستدي اللي بناء على مراقبه او مثلا المريض متابعه على المرضى وتحليل النتائج، هذه اسرع واسهل. احنا دائما ندعوهم نقول تعالوا لنا خلونا ناخذ وجهه النظر الكلينيكيه ونعطيكم وجهه نظر تجريبيه من المختبر. عندك انت مثلا شك انه في خلايا معينه هي السبب، هي اللي تسبب طفره جينيه في المريض حقك، كويس؟ عطني بياناتك، انا اسوي لك مثلا نظام خلوي صغير عندي في المختبر، ادرس لك ادرس لك مثلا الجينات الموجوده هذه وش اللي تطفر منها، اسوي له تحليل كامل واعلمك بالضبط وين كانت الطفره وهل هي فعلا هي المؤثره او لا، وممكن ناخذ هالبعد اكثر ونشوف وش الخيارات العلاجيه اللي ممكن توقف هذا النوع مثلا من الطفرات من انه مثلا يكون هو المسيطر. اقول لك نعطي بعد اكبر بدل ما يكون مثلا بحثك هذا يروح في مجله مثلا عامل التاثير فيها اثنين، ممكن انقزها للنيتشر، انقزها للجامعه، اخليها مثلا تروح المعامل تاثير 30 40 50 وهكذا. فهذه ميزه البحث العلمي اللي منبثق من التجارب المخبريه. ممتاز. السؤال المهم الاهم طبعا، انا سويت بحث وش استفيد؟ شوف زكاة العلم والسنوات الخبره اللي مر عليها الشخص تترجم ببحث علمي، تترجم في البحث العلمي. انت كشخص بنفس السياق هذا الصدقه الجاريه اللي ممكن انك تدوم لك بعد حياتك هي مجموعة من الأبحاث العلمية اللي أنت نشرتها، وبيذكر في بعد 50 سنة أنه والله في ناس مثلا عاشوا وقت كورونا ونشروا عن كورونا وكذا تجاوزوا الأزمة بالطريقة الفلانية، تجاوزوا الأزمة، جربوا العلاجات الفلانية. لأنك ما تعرف مثلا بسياق الفيروسات ممكن أنه يجي فيروس جديد بعد 10 سنوات 20 سنة 50 سنة، زي ما احنا استفدنا من تجربة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 أو إنفلونزا H1N1 2009، ممكن يجي ناس يستفيدون من تجاربنا. كفوائد بسيطة الآن، كفوائد بعيدة المدى هي هذه، لكن كفوائد بسيطة الآن أن تسهم في إنقاذ البشرية من أمراض كبيرة ممكن أنها تفتك بالعالم. إذا لاحظت في عيادتك أنه مثلا فيه جين معين هو اللي يتسبب في خلينا نقول مثلا حصول طفرة جينية، وهذه الطفرة تتسبب في مرض عصبي، كويس؟ هذا المرض العصبي ممكن انه فيه اطفال كثير مثلا يصابون بهذه الطفرة ويعني تدهور حياتهم ويكونون يعني يعيشون حياة غير سوية بسبب وجود هذه الطفرة، قد يكون علاجها بسيط. فدخولك في البحث العلمي، أنت في بعض الأطباء ممكن يقول والله هذا مرض غير معروف المصدر ويقفل الموضوع، ثم العائلة تعاني معاناة كبيرة في علاج هذا الطفل ويكبر، قد تكون جودة حياته سيئة جدا بسبب أنه ما وجد الطبيب الباحث العالم اللي يقول لا هذه المشكلة ممكن أنها صحيح عصبية، مشكلة بالأعصاب زي ما أنا قاعد أشوف، لكن ترى لها بعد وراثي، لها بعد جيني. خلنا ندخل حنا مع مجموعة مثلا الأطباء اللي مختصين بالوراثة ونحل الموضوع، نشوف مثلا نعمل بحث علمي يثمر مثلا الجهود بين القسمين هذه، ونطلع مثلا بخيار علاجي أو طريقة علاجية لتشخيص هذا المرض. فيها افكار كثيره صراحه. هل في عائد مادي للابحاث العلميه؟ للامانه اللي بيدخل الابحاث الطبيه وهو يرغب ان يكون ثروه او مثلا ان يكون عنده عوائد ماليه ضخمه، مو بهذا المكان اللي المكان الصحيح، الا اذا طبعا شخص مستثمر وبيشتغل مثلا في خلينا نقول بالفارما، يبغى يطور مثلا علاجات اي في الصيدلة، او مثلا يبغى يسوي مختبر جيني للكشف مثلا عن
التسلسلات الوراثيه مثلا او الطفرات الجينيه اللي ممكن تطرا على الاشخاص، اذا بتاخذوا البعد الاستثماري ممكن يكون العوائد، لكن البحث العلمي في الغالب ما ينتج عنه او ما يهدف فيه الواحد لن يكون ثري او غني. اتذكر عندنا شخص كان اشعث اغبر مانشستر، دكتور او بروفيسور اظنه، شعره مكركب ووضعه مكركب حتى يجي الله يكرمك بجزم منتهيه. الشخص هذا مليونير كان، لكن مليونير جت الفلوس فجاه. هو دكتور في الجامعه في قسم الكيمياء، عدل على معادله كيميائيه تستخدم في المبيدات الحشريه اللي تنتج في البطاطس، كويس، في انتاج البطاطس. طبعا بريطانيا معروفه بالبطاطس وايرلندا كذلك، بس عدل على الفورميلا بشكل بسيط بحيث انه المبيد الحشري هذا اصبح عديم السميه، مو ما في اي سميه مثل المبيدات السابقه. باع طبعا شايف باع طبعا لاحد الشركات، الشركه هذه وهو جالس بالبيت سنوين تجي ملايين، والجامعه يجيها طبعا ملايين لانه مركز اي جامعه مانشستر. ف هذا واحد من خلينا نقول 10,000 باحث، واحد من 100,000 باحث ممكن انه تضبط معه وتطلع فكره عظيمه جدا وياخذ عليها مثلا جائزة نوبل أو يتعاقد مع شركة أو أن تستقطبه مثلا أحد الجهات مثلا الاستثمارية وشركات وفعلا يطلع منها فلوس، لكن الغالب ما فيها، الغالب فيها ديون الصدق. طيب هل ممكن البحث يكتشف لي دواء يعالج لي طريقة كانت تتعالج بطريقة مختلفة؟ جدا جدا. في كثير من الأمراض كانت يعني مجهولة السبب، ما يعرف لها مثلا وش المؤثر الأكبر. تعرف في كل جسم أو في كل مرض لابد ما يكون فيه عدة عوامل، العوامل هذه اجتمعت بطريقة معينة داخل الجسم بطريقة ما نراها وأدت إلى حصول المرض. إذا استطعت أنك تستثني، خلينا نقول مثلا كان في 5 مؤثرات هي اللي تسببت مثلا بحصول مرض في الطفل ألف، في الطفل الأول، إذا قدرت أنك تقول مثلا السبب ما كان عصبي، السبب ما كان وراثي، السبب ما كان مثلا دموي، السبب ما كان يعني خلينا نقول في أي تخصص آخر عصبي أيا كان، ثم استطعت أنك تقول والله المؤثر في هذا المرض خلينا نقول موضوع مثلا في الأعصاب، خلنا نرجع للأعصاب مرة ثانية. إذا استطعت أنك تثبت أنه المؤثر عصبي، توجهك العلاجي بيكون مختلف تماما. في كثير من الأمراض تكبر وتزداد سوء بسبب أنها وجهت للتخصص الخطأ. هي مشكلة مثلا عضلية تماما، والأطباء مثلا ظنوا أنها مشكلة عصبية، ورجل مثلا عولج مثلا في قسم الأعصاب وتطور مثلا، يعني خلينا نقول مثلا في شخص عنده مشكلة في النوم، كويس، وش الشيء اللي يوقظه، وش الشيء اللي ما يخليه ينام، تلقى عرض على مجموعة على مثلا تخصصات كثيرة، ثم اكتشف مثلا انه السبب بالنوم انه خلينا نقول مثلا قلق، رحنا دخلنا للطب النفسي وهم مثلا عالجوه انها مشكله خلينا نقول عصبيه، او عالجوه انها مشكله تنفسيه مثلا في سليب ابنيا، ولا انه مثلا عنده سمنه عالجوه على انها مشكله سمنه. ففي كثير من الافكار البحثيه اللي ممكن انها تبدا في المكان الغلط ويكون اثرها وخيمه على المريض. هنا يجي دور الابحاث والتصاق الدكاتره المختصين بالابحاث الطبيه. دائما اذا جتك اي حاله في العياده ووجدت انها غامضه اقرب للغموض من انها من الحالات المعروفه اللي المشهوره، ادخل وابحث
في PubMed في مجموعه في محركات بحث كثيره هي تعتبر مصادر علميه موثوقه. ابحث عن مثل الحاله هذه، اكتب الكلمات المفتاحيه اللي تظن انها هي هي اللي جبت المرض اي بتدلك على الحاله المرضيه نفسها. اقرا اذا مثلا وجدت انه قريب انت مثلا وجدت ورقه علميه مثلا تناقش الموضوع اللي انت فيه، اكتب للمؤلف بيرد عليك اقل من اسبوع بيرد عليك المؤلف مؤلف الورقه هذه او الفريق البحثي اللي نشر. لا تقف عند انه والله حاولنا كل شيء ما نعرف وش الشيء المؤثر في الموضوع هذا. دائما اذا وصلت لهذا المستوى في مجالك الطبي اطرق باب الابحاث الطبيه، قد تكون مكتشف وتحصل على نوبل بسبب انه اطلقت لفكرك العنان انه من الممكن ان يكون مثلا السبب خفي ما نعرفه ونبغى نستكشف بشكل اكبر واعمق وش الابعاد الخفيه هذه ونتعرف عليها. فهذه هي في الحقيقه الاجابه اللي احس انها فعلا مهمه، ويجب ان كل الاطباء والممارسين الصحيين انهم ما يتوقفون عند اي ملاحظه طبيه، اذا لاحظتها لا كل ممكن انه في شيء اعمق انا ما اعرفه خلنا نبحث عنه. هو يعني دائما سؤال وبحث وراه. ايوه هذا هو كثره التساؤلات هي اللي يعني هي اللي تقودك للاجوبه. الجواب اللي انت تبغى تصل له ما راح تصل له الا بالمنهجيه البحثيه اللي انا تكلمت عنها قبل شوي. دائما خلك متساءل وش السبب، وش هذا، وش علاقته بهذا. في شخص في صاحبي فلان بالتخصص الفلاني ممكن انه عنده خبر، اكتب له ايميل، اكتب للمؤلف. دائما تساءل، كل ما تسألت اكثر تبي تلقى يعني على قولتهم بالعاميه خليك بالقوف. ايوه اي كل فعلا هي اللقافه حميده. تساؤل هي اقرب لانها تكون استكشاف اكثر، انطلاق لابعاد واعماق يعني اوسع. هل البحث بيميز بين مثلا الاطباء لما اكون مثلا مشاري والله باحث ممتاز او فلان مو باحث لكن طبيب، هل يميزني عنه؟ جدا موجود، وفي فروقات كبيره. يعني لقب ساينتست عالم اي هذا مو كل شخص يستحقه، بل انه في كثير من خلينا نقول المدن الطبيه او حتى المستشفيات يميزون، او حتى الجامعات. في كثير من الاشخاص اللي دخلوا الطب ثم وجد نفسه كطبيب ممارس مع المرضى محتك فيهم، محتك بالمرضى، وجد نفسه انه اكاديمي فتوجه للاكاديمي والتعليم لانه ممكن هذا يكون شغفه. في هذول صاروا اكاديميشنز. لا، في مجموعه من الناس مثلا تخرجوا اطباء او تخرجوا من العلوم الطبيه او من التمريض او اي تخصصات اخرى، ما وجدوا انفسهم ممارسين صحيين، وانا واحد منهم. وجد نفسه باحث في الابحاث الطبيه، يكون اختصاصي ابحاث طبيه، استشاري في الابحاث الطبيه، عالم في الابحاث الطبيه. هذا مسار وظيفي مختلف تماما. ممكن الواحد يتوجه له ويكرس حياته له. فلقب استشاري ابحاث طبيه او عالم ابحاث طبيه مو باي شخص يحصل عليه، مثل اي لقب اكاديمي. تجد كثير من الاطباء مثلا في المستشفيات او الممارسين الصحيين في المستشفيات متى ما درس في جامعه والتحق بجامعه ومثلا صار عنده طلاب يستحق اللقب الاكاديمي الاستاذ مساعد، انه مثلا انا استشاري في مستشفى الفلاني واستاذ مساعد في مثلا الجامعه الفلانيه. بنفس الطريقه كباحث، متى ما كان عندك ابحاث علميه، متى ما اصبحت تفكر كباحث علمي، هنا تستحق لقب ساينتست. يمكن افضل وابرز الباحثين الطبيين هم اللي جوا من خلفيات طبيه وتجارب علميه عميقه وترجموها الابحاث واشتغلوا في الابحاث الطبيه. هل ندم دكتور بندر العصيمي في مجال الابحاث؟ ابدا.
بالعكس يمكن أزمة كورونا هذه أثبتت لنا إنه البحث العلمي، إنه لا صوت أعلى من صوت البحث العلمي، لا صوت، حتى صوت السياسة كان أضعف، صوت المجتمع، صوت الاجتماع كان أضعف، صوت الاقتصادي، كل الاقتصاديين يعني استجابوا للصوت الطبي، الصوت البحثي كان هو الأقوى خلال الأزمة هذه كلها. اليوم سمعنا عن إلغاء أو قصر الحج للمواطنين والمقيمين 60,000 أو 65,000. هذا يدلك على أن الصوت الطبي في هذه الأزمة كان هو الصوت الأقوى، وفي بداية الأزمة كانت الأبحاث العلمية هي اللي موجه الأقوى للخدمة الطبية وللرعاية الطبية اللي كانت تقدم للمرضى. فهما يعني شريكين لا ينفصلان، البحث العلمي والخدمات الطبية، خصوصا مع أمراض مستجدة مثل ما حصل في كورونا. وش نصيحتك للأطباء وممارسين الصحيين، سواء اللي يدرسون الآن في الجامعات أو اللي يتخرجوا؟ النصيحة في الحقيقة هي الارتباط بوقت مبكر بالمراكز البحثية، أو سواء المراكز البحثية في المدن الطبية والمستشفيات، أو حتى في الأكاديمية. الأكاديميين ملزمين طبعا بالبحث العلمي، ولكن الأطباء أو في المجتمع الطبي ما في ذاك الإلزام، لكن الاحتكاك بهذه المجتمعين، المجتمع الأكاديمي والمجتمع البحثي، مهم جدا من سن مبكرة. لأن زي ما قلت لك، قد تأتي مرحلة من المراحل يعيش الطبيب رتابة روتينية في مقابلة المرضى وعلاجهم ومتابعتهم، وتنتهي وتنقضي سنوات كثيرة من حياته بدون أي إضافة. الإضافة الحقيقية لك كباحث، لك كطبيب أو ممارس صحي، أنه يكون لك أثر، أنك تشوف شيء متغير، شيء ممكن يكون له قيمة وأثر على البشرية بشكل أوسع أو أكبر. وهذا ممكن يكون بالاستكشاف والاكتشاف البحثي، ما يمكن يكون، ما أدري كيف ممكن يكون أنه لنفترض أنه مثلا ممارس صحي أو طبيب أو مثلا صيدلاني بعمر 40 أو 50 بعد 10 سنوات أو 20 سنة من الخدمة، بنفس الوقت تمارس مثلا رعايتك الطبية للمرضى، وعندك مثلا 2-3 طلاب ماجستير أو طالب دكتوراه، وعندك 3 أو 4 أبحاث طبية منسجم فيها ومندمج مثلا ومساهم فيها بشكل فاعل، لك مثلا استضافاتك التلفزيونية، لك إضافاتك الاجتماعية في المجتمع، لك تأثيرك، هذا من النفع العظيم، من النعيم اللي فعلا الواحد يرغب انه اذا وصل لمرحلة معينة انه يخرج او فعلا يكون اضافة قيمة للمجتمع. هذا على المدى البعيد. على المدى القصير يجينا كثير من الطلاب الطب او حتى الخريجي حديث العهد التخرج يرغبون انضمام للابحاث العلميه. السبب انه هي خدمه مجتمعيه، وهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه تطلب من الريزيدنس ومن حتى حديث التخرج ان يكون له مساهمه بحثيه. فاذا كان في 10 مثلا مقدمين، وكان منهم واحد مثلا عنده مساهمه بحثيه ونشر علمي، يقدم، ياخذ اولويه وياخذ افضليه. صحيح. فالمساهمة العلمية دائما تدل على أنه عندك سي في قوي، عندك اندماج قوي، أنه عندك قدرة على العمل ضمن فريق يعكس جوانب كبيرة من شخصيتك. أنا أشكرك على قبول الدعوة، الحوار الجميل استمتعت فيه، وأكيد حتى المتابعين استمتعوا فيه. شكر لكم، اكتبوا تعليقاتكم، انشروا المقطع، بحط تويتر الدكتور بندر العصيمي، تابعوه، إنسان فعال في تويتر. زي ما قلت لكم، أي بحث يسويه ولا أي شيء سماه بأسامي غريبة صراحة، اللي تجذب الواحد إنه يقرأ.